كنت بحارب الفقره اللي فاتت عشان نقدر نطلع على قد ما نقدر الايجابي اللي جوانا، وفعلا احنا من كتر الوحش بقينا بنتكلم عليه كانه حاجه عاديه، ولما بنتكلم على الايجابي كانها حاجه مش عاديه زي ما قلت لكم. عشان كده بقى دلوقتي هنتكلم على حاجه حلوه، حلوه جدا، ان احنا عندنا مبادره من المبادرات الجميله اللي احنا بنتكلم على المشاركه المجتمعيه والعمل الميداني والعمل المجتمعي، وان احنا نحس ببعض، وان احنا نفكر في فكره نحل بيها مشكله البطاله، وعندنا حاجات ايجابيه نركز عليها زي ما احنا هنتكلم في الفقره دي. عندنا مبادره جميله بنركز فيها على 1000 اسره مصريه وبنتح لهم فرص عمل، تحديدا كمان في مجال مهم جدا، مجال يمكن شويه فيه بعض العراقيل لكن احنا هنحلها ان شاء الله، وهنشغل فيها اسر كمان. هنركز على المبادره من ناحيه انها هدفها الاساسي انها تحل مشكله البطاله، ويمكن ضيفي العزيز كان بيكلمني قبل الهوا وبيقول لي احنا ما عندناش بطاله على قد ما احنا عندنا مشكله في العماله. طب تعالوا نشوف احنا بنقول اهو ان في حاجه وحشه، ما قلناش ان الدنيا جميله، ومشكلتنا هنحلها وهنفكر في حلها، وفي نفس الوقت جايبين حاجه ايجابيه ومبادره ايجابيه ان احنا هنشغل 1000 اسره، هنعرف هنشغلهم في ايه وهنشغلهم ازاي وهنساعدهم ازاي، وعندنا حاجات حلوه اهو ومبادرات جميله. واتمنى ان انا يعني اننا نبقى مش بس دي المبادره، احنا عندنا حاجات كتير حلوه بس نحطها يعني نسلط عليها الضوء. اسمحوا لي بس في البدايه ارحب بضيفي العزيز الاستاذ محمد الدقيشي كاتب صحفي، اهلا بيكم منورنا. الدقيشي صح؟ هو الدقيشي صح بس الدقيشي انا مش كاتب صحفي، انا اعلامي. اعلامي تمام، عفوا. قولي حضرتك بتتكلم معايا بمنتهى التحمس جدا والحب الشديد للمبادره اللي انتوا عاملينها، معلش اسمح لي نبتدي بالمبادره الاول. نعم. ادينا تفاصيل عنها وقد ايه انها بارقه امل لألف اسره بقى. المبادره طبعا جات الفكره بتاعتها اساسا بعد الثوره، وكان يجب علينا ان احنا نكون لكل واحد مننا وكل مواطن مصري بكل دور مساعد للدوله في النهوض بالاقتصاد، في تحقيق فرص عمل بشكل متكامل. وجدنا من خلال يعني المؤسسة اللي قمنا بإشارها طبعا تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي انه لا بد من اطلاق هذه المبادرة وبمشاركة عدد من الوزارات، منها طبعا وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعاون الدولي، الصندوق الاجتماعي للتنمية، محافظة سوهاج طبعا، وزارة التنمية المحلية متمثلة فيها المحافظة. هذه المبادرة بتهدف إلى تشغيل 1000 أسرة في صناعة النسيج اليدوي في محافظة سوهاج. محافظة سوهاج من المعروف عنها منذ عهد الفراعنة إن هي يعني في مدينة أخميم توجد بها. هذه المدينة عرفت منذ عهد الفراعنة بأنها أقدم مدينة كانت متخصصة في صناعة النسيج اليدوي، حيث أن الفراعنة كانوا بيستخدموا كل الملبوسات بتاعتهم والملابس بتاعتهم اللي هي مصنوعه من الكتان ومن القطن ايضا، كانت من تصنع في مدينه اخميم. هذه الصناعه مرت بالكثير من المراحل، مراحل القوه ومراحل الضعف، طبعا لان هي تاثرت شويه بالعصر الاسلامي، شويه بالعصر القبطي، بالعصر الروماني، مرورا بالعصر الحديث. طبعا كانت البيوت بدات تضيق، لان مدينه اخميم كان كل بيت فيه نوع يدوي بيقوم فيه بتصنيع فيه المنسوجات. طبعا المنسوجات دي بكل انواعها، من مفروشات لاقمشه التنجيد، لاقمشه الستاير، لاغراض متعدده، حتى الملابس ايضا المصنوعه من الكتان ومن الحرير الطبيعي. فعندما ضاقت هذه المدينه على اهلها وعلى هذه البيوت، ان هذه البيوت اصبح كل واحد طبعا الاسره بيزيد عدد افرادها، بيبقى ما فيش مكان لان هو يستوعب النول، فبدا ان هو يشيل النول ويستغنى عنه، وبدا ان هو لا يعني كان المفهوم في ذاك الوقت ان العمل الحرفي مرتبط بالناس البسطاء والناس اللي هم مش متعلمين، او الناس اللي هم يعني دخلهم بسيط او ما لهمش يعني ميال عمل او وظائف او كده يعني او خلافه. فلذلك ان هو كان اولادهم اللي هو اللي بيتعلم خلاص بيسيب المهنه، ما بيرتبطش بالمهنه او ما بيتورثش المهنه من أباؤه من أجداده. فذلك كانت بدأت هذه الصناعة تنقرض، فقامت المحافظة مع وزارة التعاون الدولي بإنشاء قرية للنسيج
في حي الكوثر في محافظة سوهاج، قرية رقم واحد طبعا. هذه القرية بها 150 وحدة نور، على اعتبار أن هذه القرية يعني يتم نقل فيها النساجين والنوالين الموجودين في مدينة أخلين. ولكن نظرا لأن الوزارات يعني عندنا في مصر بتعمل في جزر منعزلة عن بعضها البعض، يعني ما كانش في تنسيق من وزارة الصناعة أو وزارة التضامن أو وزارة التنمية المحلية أو وزارة التعاون الدولي، حتى أن يكون هناك تكاتف في نقل الناس دي بمنظومة وبفكر جديد مختلف، بفكر يتواكب مع العصر. يعني النهاردة أنا لما أنقل الناس لازم أوفر لهم كل سبل الحياة اللي هي الطبيعية طبعا. لازم أن أنا أوجههم لإنتاج يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، اللي هي مثلا ممكن احنا نشوف مين اللي بينافسنا في هذه المنتجات، مين ان احنا ممكن ان احنا يعني نتغلب على هذه الصناعه بمعوقات بتاعتها، نتيح فرص عمل فيها. فهم اكتفوا بان يكون الناس اللي هي ليها رغبه تنقل للمكان اللي هو موجود القريه النسيج هو بيروح، ملوش رغبه خلاص. لذلك هذه القريه تم تسكينها معظمها كسكن ايواء وكسكن للناس اللي هي عايزه سكن رخيص أو سكن يعني قيمة إيجاره بتاعته مثلا 50 جنيه أو 60 جنيه في الشهر، فهو سكن في المكان دون أن يكون هناك مرعاة من المحافظة أو مرعاة من الجهات المسؤولة عموما عن طبيعة الأيدي العاملة أو البشر الموجود في هذه القرية. من هذا المنطلق وجدنا أن احنا لابد أن يكون لنا دور تنسيقي بين هذه الوزارات المختلفة وبين أيضا الطاقة البشرية الموجودة، إزاي أن احنا نقنعهم وازاي ان احنا ندرب الناس اللي هي ما تعرفش حاجه عن النسيج وهي موجوده في قريه المفروض ان يكون كلها بتشتغل في النسيج. وطبعا في هذا التوقيت على بعد يعني حوالي 10 سنوات كانت الاماكن كلها اتملت بس الناس ما بتشتغلش في النسيج. فبدات المحافظه تفكر في مشروع ثاني ان تعمل قريه نسيج ثانيه علشان الناس اللي هي يعني عندها رغبه ان هي تشتغل او تستمر في هذه الصناعه. انشئت قريه على بعد 2 كيلو من هذه القريه للنسيج، وهي طبعا تستوعب حوالي 122 نول. يعني النول ده بيشمل او البيت النول بيضم يعني مكان للسكن ومكان للتصنيع. هايل. طبعا تم انشائهم وللاسف بنفس الطريقه السابقه بل بطرق يعني اخرى تم توزيع هذه الاماكن على ناس ما هماش كلهم شغالين في النسيج. انا ما انا كنت لسه هسال حضرتك، انتوا بتختاروا الناس على اي اساس؟ يعني هي اللي اختار الناس دي المحافظه والحي طبعا، على اعتبار ان هو في هذا الوقت وفي هذا التوقيت منذ ما يقرب من مثلا من 10 سنين و15 سنه تراكمات طبعا يعني يعتبر يعني فساد موجود او عدم متابعه او عدم دقه في توزيع هذه الاماكن او توزيع هذه الوحدات على الناس اللي هي متخصصه في صناعه النسيج. طب طالما ده كلام معروف ليه ما تمش فلتره الناس دي او حتى اعطائهم دورات تدريبيه؟ تمام. ده الدور بقى بتاع المؤسسه اللي احنا قمنا بيه. اطلقنا مبادره لتشغيل 1000 اسره في هذه الصناعه. النهارده انا الناس دي معظمها يعني كان هو ناس هم بسطاء ما عندهمش يعني قدره او رغبه كبيره في تطوير هذه المنتجات. هو تعود على ان هو بينتج نوعين معينين او ثلاث انواع من هذه المنتجات من 30 سنه من 40 سنه من 50 سنه هي نفس المنتجات. طبعا احنا كان لابد ان احنا بالنسبه لنا نستعين بالخبره الموجوده في مركز تحديث الصناعه ومجلس التدريب الصناعي في وزاره الصناعه، ولابد ان احنا نشوف الاسواق العالميه ايه، مين هو اللي ممكن ينافس يعني مصر في هذه الصناعه سواء الهند او الصين او دول شرق اسيا او بعض الاماكن اللي هي تعتبر بسيطه ما هياش ان هي اماكن كتير يعني. ولكن احنا كان لابد ان احنا ناخذ باسباب التطوير علشان هذه المنتجات ترقى للمستوى الذوق العام وتناسب كل الذوقيات. يعني احنا لذلك شفنا الذوق الاوروبي هو عايز ايه وبيشتغل على ايه، الذوق الامريكي بيشتغل على ايه، الذوق الافريقي والذوق العربي بيشتغل على ايه، والذوق المصري بيضم كل هذه الاذواق في هذه المنتجات. لذلك ان احنا اتجهنا لان احنا نعمل المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم متمثلة في مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأيضا وزارة الصناعة متمثلة بشقيها مركز تحديث الصناعة ومركز ومجلس التدريب الصناعي، وأيضا وزارة التضامن الاجتماعي لأن هي بتقود العمل الاجتماعي بشكل عام وهي مظلة رئيسية للمؤسسة. هذا بالإضافة إلى طبعا الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي
ان هي اللي انشات هذه الاماكن، واللي هي يعني كان لها الدور الكبير في رعايه الكثير من المشروعات يعني في مصر. لذلك ان احنا اطلقنا المبادره، بدينا اول حاجه بان احنا خدنا الناس اللي هي اتخرجت من الثانويه النسيجيه على مدى 10 سنوات سابقه. طبعا بدينا ب 100 بنت من اللي هم اتخرجوا طبعا من سنوات سابقه من نفس مركز اخميم، على اعتبار ان هذول يكونوا النواه الاساسيه اللي احنا نبدا بهم تنفيذ المبادره. تم تدريبهم على الوجه الاكمل من خلال طبعا يعني دعم مجلس التدريب الصناعي ووزاره الصناعه، وايضا الدعم المحافظه وطبعا وتعاون التربيه والتعليم، لان احنا كان لابد ان احنا نبدا مع ناس نغير مفهوم الناس ان هو المفروض العمل الحرفي والعمل اليدوي ما نخلوش ان هو يعني مرتبط ارتباط كله جزئي بالناس اللي هي يعني بسطاء او اللي هم مش متعلمين او الناس اللي هم يعني القدامى، دون ان يكون في تجديد او في تنميه لثقافه وفكر الشباب اللي هو اللي محتاج فرص عمل، واللي اصبح ان هو يعني ملهوش هدف غير ان هو بالنسبه له بينظر للوظيفه الحكوميه ان هي المخرج الوحيد لي في هذه الحياه. لكن احنا عشان نغير هذه المفاهيم رحنا طبعا، وكان معانا السيد المحافظ في اول لقاء في مدرسه الثانويه النسيجيه، وعدنا هذه الثانويه النسيجيه انشئت يعني منذ عام 95 لخدمه هذا الغرض، دون ان يكون هناك ايضا متابعه او تنسيق في هذا العمل. لذلك اول ما عرضنا عليهم هذه الفكره وعرضنا عليهم المبادره ان احنا هنشغلكم وهل عندكم استعداد تشتغلوا، هل لقينا الناس البنات كلهم طبعا يعني فرحوا طبعا فرحه كبيره. والمحافظ ما كانش متوقع الاقبال الشديد منهم، يعني كان معتقد ان الصعيد ان البنت طالما هتتعلم يا اما هتتجوز يا اما ان هي هتقعد في البيت، يعني ما فيش يعني قصه ان هي ممكن تطلع تشتغل على نول او تشتغل في النسيج او الكلام ده. فطبعا المحافظ وقتها يعني قام بجهد معانا يعني بصراحه كبير في ان هو قال كل المخاطبات للوزارات، كل حتى ان احنا يعني كنا بنهدف ان احنا نفتح منفذ للتسويق في كل محافظات مصر. وخطبنا كل المحافظين واستجاب معانا عدد من الساده المحافظين، محافظ بورسعيد، محافظ المنيا، محافظ اسكندريه، محافظ دمياط. يعني كان في استجابه يعني فوريه وسريعه بان في يعني المبادره دي هتعمم يعني هي تعمم، لان النهارده لما انا بفتح فرص عمل في سوهاج لتشغيل صناعه متميزه بها محافظه سوهاج، افتح لها منافذ تسويق في محافظات اخرى، هذه المنافذ يمكن الاستفاده منها ايضا في الحرف الموجوده في المحافظات الاخرى. لان احنا لو بصينا لمصر عموما فيها اكثر من يعني 40 حرفه يدويه، هذه الحرف موزعه ومنتشره في معظم محافظاتنا سواء محافظات الوجه القبلي او محافظات الوجه البحري، ولكن بتفتقد يعني الى المنظومه المتكامله اللي بتقود عمليه التدريب وعمليه الانتاج وعمليه التسويق. النهارده الناس ما كانت بتشتغل في البدايه، رحنا طبعا قعدنا مع الناس في خريطه النسيج الاولى والثانيه، ايه مشاكلكم وايه اللي انتم محتاجينه؟ قالوا احنا بالنسبه لنا مشكله التسويق، مفيش تسويق. يعني هم بينتجوا وشغالين فعلا لكن ما مش عارفين يسوقوا. عدد قليل جدا لا يتعدى ال 10% من سكان المكان اللي شغالين. والباقي ما شغالينش، ما لهمش علاقه بالنسيج. هم خدوا المكان كسكن ايواء او هو ساكن في مكانه وخلاص، علشان ان هو الايجار بتاعه رخيص، ان هو يعتبر حق انتفاع. طبعا لما جينا قلنا لهم لا التسويق ده مفيش مشكله، بس شفنا المنتجات من خلال مركز تحديث الصناعه ومن خلال هيئه العمل المعارض ومن خلال طبعا وزاره التضامن الاجتماعي ايضا. عملنا اكثر من جوله خارجيه في السوق الاوروبي، في السوق الامريكي، في السوق العربي عموما، في السوق الافريقي ايضا. وجدنا ان هذه المنتجات عليها اقبال شديد جدا، وان كل العدد الموجود او لو احنا وصلنا ل 50 ضعف من الاعداد الموجوده في انتاج هذه المنتجات مش هيغطي احتياجات العالم من هذه المنتجات. بالاضافه ان احنا وجدنا ان السوق المصري من اكبر الاسواق الواعده في استهلاك هذه المنتجات او منتجات عموما. يعني ان في السوق المصري وجدنا ان ممكن الست يعني طبعا بما ان هي الاداره المسؤوله عن شؤون المنزل ده شيء اساسي طبعا. فيعني ان هي يعني ممكن تشتري
في السنه مثلا كوفرتتين وثلاثه واربعه وتغير مفرشين ثلاثه، وممكن ان هي بالنسبه لها طالما اللون يعني اصبح يعني مناسب للون الدهاني اللي هو مثلا جديد عندها، لا ترتبط بيه وتجيبه. عكس مثلا دول ثانيه، يعني احنا لقينا مثلا اوروبا لا، هو بيرتبط في فتره معينه بتغيير حياه معينه ولجزئيات محدوده. انما القوه الشرائيه الموجوده في مصر قوه طبعا هائله، عشان مستهلك اكتر، لكن بنستهلك احنا. يعني كانت مصر مفتوحه يعني ابوابها على مصراعيها للمنتجات الاجنبيه اللي جايه من الصين ومن الهند ومن تركيا ومن مختلف الدول دي. ولذلك هذه المنتجات اثرت تاثير مباشر على المنتجات المصريه الموجوده، لان هي ما خلتش باسباب التقدم واسباب التطور اللي هي موجوده في هذه الدول. حضرتك مشكورا ان اثرت النقطه دي، لانه احنا فعلا يعني مش هقول لك بقى على الحاجات الصيني والكلام ده، لا على اكبر مثلا مثال ممكن نضربه ونتكلم عنه هو التجربه السوريه. احنا بنروح على المنسوجات طبعاً. المفروشات الجميله، الحاجات بتاعتهم بجد حلوه من اول تطريزها لالوانها خاماتها، بجد شغلهم نظيف جدا وعالي. حضراتكم راعيتوا ده، وان انتم فعلا عايزين تواجهوا التطوير ده. المنتج اللي احنا بنعمله بينافس ارقى المنتجات على مستوى العالم. بل ان احنا لما بنطلع مثلا نكون في اوروبا او في امريكا، يعني جات لنا طلبيات واحنا في امريكا مثلا، كنا في لاس فيغاس فما قدرناش ان احنا نوفي بيها، يعني لدرجه ان هم استغربوا، طب انتوا جايين المعرض ده ليه؟ احنا جايين نشوف السوق. قالوا انتوا عارفين المعرض ده معرض خاص بالفنادق والاوتيلات المستشفيات الكبيره. طبعا انا يعني عشان اكون صريح مع حضرتك ما كنتش يعني فاهم يعني كبيره، يعني ان عدد الغرف فيها تعدى الالاف. كنت معتقد مثلا 200 غرفه 300 غرفه 500 غرفه، لا ده اقل حاجه مثلا 5000 غرفه 4000 غرفه، فعدد كبير طبعا. فاذا انا النهارده اذا يبقى المشكله عندي مش المشكله في التسويق بقدر من المشكله في الطاقه البشريه، لان احنا المؤسسه وضعت استراتيجيه للنهوض بهذه الصناعه. ما حضرتك بتقول لي احنا عندنا ما عندناش مشكله في البطاله، لكن احنا عندنا مشكله في العماله. نعم. يعني احنا عندنا فرص عمل لكن ما فيش حد يشتغل. عموما في مصر ان ازمه في البطاله، ما فيش وظائف، ان بسم الله ما شاء الله المقاهي مليانه بالشباب. اللي احنا زمان كنا نشوف المقاهي دي السن اللي هو بيعدي سن المعاش او كده خلاص طلع المعاش، فبيقعد على القهوه كده يعني يلعب له 10 ضمن 10 طاوله كده بتبقى بالشكل ده. النهارده اصبح الشباب المصري الموجود على المقاهي ظاهره غريبه طبعا، ظاهره طبعا تنذر بخطر. مش بخطر من الدوله، تنذر بخطر من الشباب نفسه، لان الشباب نفسه النهارده بيتخرج وهو ما عندهوش الفكره او الموضوع اللي هو ممكن ان هو يوظف نفسه فيه او يشتغل فيه. النهارده انا النهارده يعني الازمه الرئيسيه اللي احنا بنعاني منها في مصر هي ازمه العماله. ازمه العماله في كل المجالات على فكره، مش مجال النسيج بس، في كل المجالات. ده انا لدرجه ان يعني ليه احد الاصدقاء عنده مصنع نسيج كان بيستعين من بعماله اجنبيه وعماله هنديه في مصر. يعني ده يعني فده دليل على ان احنا بالنسبه لنا في فرص عمل عندنا، لكن لابد ان يتغير مفهوم العمل بالنسبه للشباب. لابد ان النهارده انا النهارده لما يبقى عندي شباب بيتخرج من دبلومات ثانويه صناعيه بكل المشتقات بتاعتها، سواء ثانوي زراعي ثانوي فني ثانوي مثلا نسيج ثانوي مثلا نجاره. يعني انا اعرف ان في محافظات كتير فيها مدارس ثانويه طبعا متخصصه زي الثانويه النسيجيه اللي عندنا في سوهاج. هذه المدرسه لو تم ربطها ربط مباشر بهذه الصناعه، ايه اللي يمنع النهارده كنت عندي مدرسه منتجه، بس المدرسه منتجه بالشكل الواقعي في انتاج يتباع. انما للاسف الشديد العمل في جزر منفصله بين الوزارات ده اهدر الكثير من الاموال واضر الكثير من الامور التي تتعلق بالنهوض بالاقتصاد المصري. النهارده لما بتكلم عن المشروعات الصغيره او الحرف اليدويه بتكلم عنها على باعتبارها ان هي يعني شيء مثلا يعني شيء بسيط، يعني هو مش الشيء اللي هو هنا بالاقتصاد او مش الشيء اللي هو مثلا ممكن ان احنا نبني عليه مثلا فرص عمل كتير او الكلام ده. احنا عندنا كمان على الشاشه لقطات طبعا من لقطات دي من مدينه اخميم والاحد النوالين اللي هو طبعا شغال هذا النول اللي هو منذ القدم. صحيح. يعني بيشتغل عليه تصنيع هذه المنتجات. هذه المنتجات للعلم كانت كسوه الكعبه الشريفه بتطلع من حرير اخميم،
يعني هذا بالإضافة أن القصور الملكية كانت تفرش من برضو من الكتان ومن الأقمشة أخميم اللي يتم إنتاجها في أخميم، حتى أن أطلق على مدينة أخميم مانشستر ما قبل التاريخ. فكل ذلك لما لا أن احنا يكون عمل يعني متكامل بين الوزارات. يمكن لسه كان عندنا السيد وزير الصناعة من حوالي شهر ونص عندنا في المؤسسة في سوهاج، لدرجة يعني السيد وزير انبهر بالخطة الاستراتيجية اللي احنا حاطينها لنهوض بهذه الصناعة. النهاردة أنا عندي منتجات بتناسب كافة الأذواق. النهاردة أنا لما أنا بشغل الستات وبشغل ما شوف حضرتك يمكن الشاشة فيه كم من الفتيات اللي تم تدريبهم وهم موجودين وهم منبهرين، ان اصبح يقولوا احنا بالنسبه لنا يكفي ان انا بشتغل في مكاني. النهارده يعني اخر مبادره لسه عاملينها مع الجهاز التنفيذي للمشروعات بوزاره الزراعه انه تم دعم 20 اسره ب 20 نول من لتنميه هذه الصناعه ايضا. يعني اذا احنا ما بنشتغلش على وزاره الصناعه فقط ولا وزاره التضامن فقط، بل ايضا وزاره الزراعه من خلال المشروعات اللي هي تبادل المشروعات تبادل الديون الايطاليه المصريه الموجوده في الجهاز التنفيذي المشروعات. تم عمل اتفاقيه مع الجهاز التنفيذي في من خلال تنميه المهارات الحرفيه الموجوده للسيدات الموجوده، وتضمن هذا البرنامج العديد من الاتجاهات. يعني اشتغلنا على محو اميه، بنشتغل على التوعيه الثقافيه والتوعيه الصحيه، بنشتغل على التدريب على الصناعه نفسها، بنشتغل على ان احنا بالنسبه لنا بنساعد الاسر، مش بديله انا يعني مساعده، لا ده انا بدعمه علشان هو يقدر ينتج. لان انا يعني لابد ان يتغير، يعني ده شدينا جزئيه ثانيه ان انا من وجهه نظري ان لابد ان يتغير مفهوم العمل الاجتماعي في المؤسسات والجمعيات الاهليه من تقديم مساعدات وتقديم اعانات للاسر الى تنسيق مظله مختلفه في كل المحافظات لانجاح هذه الحرف اليدويه عشان يبقى في دخل الموجود. ثابت للاسر دي عشان يبقى في دخل ثابت. طب استاذ محمد علشان انا ما عودش الاسره يعني على ان هي تاخد شيء دون مقابل. اي انا معاك ان ما تبقاش معتمده على المعونه، بس قولي ايه ناقصكم عشان تدعموا دوركم وتقوموا بدوركم على اكمل وجه. ولازم اسالك السؤال التقليدي، هل رجال الاعمال في ليهم دور معاكم بيتعاونوا معاكم؟ يعني عشان اكون صريح مع حضرتك استاذه اسراء، أنا المؤسسة يعني ما لا تهدف إلى يعني نقول مثلا إن احنا مش عايزين دعم مادي بقدر ما أنا عايز دعم لوجستي. أيوه أنتم محتاجين إيه بالظبط؟ أنا محتاج إن أنا بالنسبة لي يبقى في تكثيف زراعة القطن المصري ورعاية القطن والكتان المصري اللي احنا يعني بيضرب لنا التعظيم سلام في اي مكان في العالم. انا كنت لما اكون في اي دوله في العالم اقول لك ده ايجيبشن كوتون. ايجيبشن كوتون ده يعني هو بالنسبه له اعلى شيء، اعلى منتج عنده بيبيعه. ده حقيقي. فاذا ليه انا بالنسبه لي ما يبقاش في تنميه من خلال وزاره الزراعه مع المدارس الثانويه الزراعيه مع كليات الزراعه؟ يعني النهارده التعليم العام مع التعليم العالي مع وزاره الزراعه مع وزارة الصناعة عشان أنا يبقى عندي المنظومة متكاملة. نشوف النهاردة أصبح عندنا أزمة في الخامات الطبيعية الموجودة اللي هي إحنا بنتميز بيها اللي هو القطن. القطن النهاردة إحنا بنحصل عليه بغاية الصعوبة. ليه بقى؟ طبعا لأن معظم مصانع الغزل توقفت عن العمل. معظم الزراعة نفسها تأثرت يعني تأثرا كبيرا. نتمنى أن يكون هناك حلول واقعية. أنا عموما في حياتي ما بحبش أقول إنه كله يعني تمام كله تمام عشان المسؤول الفلاني ما يزعلش او المسؤول العلاني ما يزعلش، او ان انا اقول مثلا لا الدنيا كلها لا يعني ظالمه خالص يعني ما فيش حل. لا، لابد ان احنا كلنا نتعاون مع بعض عشان نوجد الحلول الواقعيه. ولابد النهارده انا لما انا ادرب انزل على الواقع اشوف الناس دي اتدربت صح، طب بعد ما اتدربوا هيعملوا ايه؟ يبقى في انتاج. يعني احنا بنتكلم في تدريب، في تسويق، في تسويق طبعا، توفير دعم لوجستي، في دعم لوجستي. النهارده انا بالنسبه لي مثلا عندي هيئات كتير مثلا زي هيئه المعارض، زي مثلا صندوق الاجتماعي، زي وزاره التضامن، عندهم الكثير من المنافس. وزاره الخارجيه مثلا انا كان في مبادره عملها السيد وزير الخارجيه برضه يعني بدعم يشكر عليه، ان عملنا معرض ذوق يعني داخل وزاره الخارجيه
علشان كل السادة السفراء اللي هو كان تم تعيينهم في الفترة، كان في تعيين السادة السفراء يعني جدد وكده، علشان يشوفوا المنتجات بتاعتنا، علشان هم لما يطلعوا الدول بتاعتهم اللي هم بيمثلوا مصر فيها يشوف ازاي ان هو يسوق المنتجات دي من خلال الملحق التجاري الموجود عنده. لان انا عشان اكون صريح مع حضرتك، غايه ما يؤسفني ان انا لما اتقابلت بملحقين تجاريين بره مصر في عدد من الدول، كان للاسف الشديد دوره يعني ضئيل جدا في ان هو يقوم بدوره اللي هو رايح بيشتغل علشانه، ان هو يسوق المنتج المصري، ان هو يجيب دراسات الجدوى الموجوده في هذه الدول لاحتياجها للمنتجات المصريه ايه بشكل واقعي وليس بشكل ورقي. النهارده كان اي مثلا ملحق تجاري بكلمه يقول انا هبعت لك الاسماء التليفونات بتاعت الناس اللي هي بتشتغل في المفروشات في الدوله دي. طب وبعدين؟ ما مين اللي هو يعني يجيد لغه الحوار والتخاطب مع هذه الشركات في هذه الدوله؟ النهارده انا عندي سفير مثلا موجود في امريكا او في اوروبا مثلا او في افريقيا، ما هو السفير الموجود او ملحق تجاري موجود في هذه الدوله هو اكثر يعني واحد عنده خبره وعنده قدره ان يتعامل هو مع الناس دي. طبعا يعني النهارده يعني تم اقامه مثلا يعني او انشاء مثلا غرفه الصناعات اليدويه، المجلس التصدير للصناعات اليدويه، ولكن للاسف الشديد حتى هذه اللحظه سواء الغرفه او المجلس التصدير للصناعات اليدويه لم يقوم بدوره على الوجه الاكمل، لان هو ما نزلش على ارض الواقع شاف هذه الصناعات الموجوده. انا يعني عشان اكون صريح مع حضرتك، أنا لفيت معظم محافظات مصر وشفت حرف موجودة لا تتخيلي إن الحرف دي هي نفس الصناعات اللي إحنا بنستقبلها من الصين ومن الهند، وهي نفس الصناعات اللي السعودية وكل الدول العربية بتستقبلها من الهند. أمال إحنا إيه مشكلتنا ما بنسوق لهاش؟ مشكلتنا ما فيش العامل التنسيق أو المظلة القوية اللي بتقود هذه الحرف، أو إن أنا لازم كل حرفة يكون لها مظلة قوية بفكر متكامل. بمعنى ايه يعني؟ يعني بمعنى يجيش كل واحد مثلا عندي لما انا هشارك وزاره التضامن الاجتماعي، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصناعه، ما يقوليش المسؤول طب انا هستفيد ايه؟ يعني على سبيل المثال مثلا محافظ سوهاج الحالي الموجود، فاول اول انا اول لقاء بقول له احنا عندنا تخريج اول 100 بنت تم تدريبهم عشان بنسلمهم شغل عشان يبداوا شغل. طب المحافظه هتستفيد ايه؟ طبعا ده فكر، طبعا فكر غريب. النهارده لما انا عندي محافظه قيمه يقول لي طب المحافظه تستفيد ايه؟ فطبعا ده لا، اذا انا النهارده لابد ان انا بالنسبه لي هو انا لما انا اتيح فرص عمل هو ده دوري انا كمؤسسه، ده دور الدوله. لكن انا كدور تنسيقي بقوم بيه على اعتبار ان انا شايف رؤيتي ان انا من خلال ان انا شفت الاسواق عايزه ايه، وشفت الموديلات ايه، وشفت ان الصناعه دي ما فيش ازمه فيها في تسويقها بس عايزه دعم. وانا الدعم ما بقولوش عايز دعم فلوس، لا ده انا بقول له عايز ادعم للمعارض، عايز ادعم لاليه التسويق نفسها، عايز انا اطور المناهج التعليميه الموجوده، قدمنا دراسه لوزاره التربيه والتعليم عشان اطور المناهج التعليميه الموجوده في الثانويه النسيجيه. لان الثانويه النسيجيه دول خدناهم اعتبرناها باكوره العمل او النواه الاساسيه اللي ناخد منها البنات تشتغل. هي الثانويه النسيجيه دي في منها في محافظات ثانيه؟ لا هي موجوده في سوهاج بس ليه مش موجود مدارس متخصصه في النسيج في محافظات يعني مصر؟ يعني دي مبادره حلوه، انتوا ليه ما تتعاونوش مع وزاره التربيه والتعليم؟ هو انا لو قلت مثلا المنوفيه مثلا بتشتهر بصناعه مثلا الارابيسكا او البامبو مثلا او اكثر من صناعه ثانيه، اسكندريه بتشتهر مثلا باكثر من صناعه، دمياط مش بتشتهر باكثر من صناعه، لو كل صناعه هو بالفعل في كل محافظه فيها مدرسه متخصصه بهذه الصناعه الموجوده. بالظبط، انا قصدي مثلا يبقى في المحله مثلا، ما احنا عندنا المحله ما شاء الله مصانع ايه اللي يمنع طبعا بالظبط كده، والمحله وخصوصا ان احنا بعد يعني توقف عدد كبير من المصانع. ما هي دي النقطه اللي انا عايزه افتحها مع حضرتك، مصانع وعمال بيتشردوا ومشاكل بتحصل، المنظومه كلها محتاجه اعاده هيكله من جديد. يعني يبقى المظله بالنسبه لنا لما بنقعد مع بعض نقعد علشان نعمل حي لمصر، نعمل حي للشباب. يعني انا عملي في هذه المؤسسه هو عمل تطوعي، لكن انا بالنسبه لي ببقى انا يعني حزين ومحروق. يعني لا اخفي على حضرتك ان انا كثير من المعارض ما لهاش عندي بند، ما لهاش عندي ميزانيه في المؤسسه. يعني من جيب الخاص ومن مال الخاص ان انا اطلع عشان اشوف ادرس السوق، اشوف هو عايز ايه وايه اللي ممكن يتماشى مع هذه المنتجات. لان لقيت ان انا عندنا بالنسبه لنا الازمه مش الازمه في ان احنا يعني لا، لقيت الازمه ان احنا عايزين نزود الطاقه البشريه تشتغل.
لذلك لما بدينا دلوقتي نزود الطاقه البشريه كان بعض الناس القدامى اللي هم النساجين كان عندهم مخاوف متهيئ لهم يعني. طبعا الناس هم فكرهم بسيط يعني ان لما هنضرب ناس جديده هنستغنى عنهم هم او هنطلعهم من البيوت بتاعتهم ونجيب الناس اللي هي اتدربت جديد. هي كل المصنوعات دي يا فندم بتبقى هاند ميد؟ كلها هاند ميد. طب قولي الاسعار بتبقى فيها مشكله لان كل الناس عندها فكره ان الشغل اليدوي ده بيبقى سعره مرتفع شويه. لا طبعا هو اسعار معقوله جدا ومناسبه جدا طبعا وده يرجع لسببين. السبب الاول ان انا كنت نعتمد بنسبه 80% على المواد الطبيعيه بتاعت الشغل هي بواقي المصانع الكبيره في الغزل. يعني بمعنى ايه؟ ان انا الغزل اللي انا هشتغل بيه مثلا المصانع الكبيره اللي هي بيبقى باقي منها مثلا كميات مثلا طن نص طن مثلا كميات بسيطه هي دي الشغل الاساسي اللي كنا بنشتغل عليه. بالاضافه لما يكون في طلبيات يعني سبيشال اوردر مثلا بفندق بقريه سياحيه ده بيتم التعامل مع الغزل اللي هو المقفول اللي هو جاي من مصانع الغزل مباشره. وده بيبقى لازم ليه سعر مختلف. هو طالب بسعر او طالب هو بالنسبه له ما يهموش السعر. عايز جوده معينه. بالظبط. انما انا الثاني هو نفس الجوده بس هو مش الفرق في الجوده بقدر ما الفرق في اللون. يعني ده انا ممكن اطلع 1000 قطعه لون واحد. انما الصنف الثاني نفس الجوده بس بطلع الوان متعدده. يعني انا مثلا كم الكوفرتات نلاقي مثلا 200 لون 300 لون. غير المصانع الكبيره، المصانع الكبيره بتطلع مثلا من الموديل بتاعه مثلا لونين ثلاثه وبيطلع الافات منها. طبعا. انما هو ميزه العمل اليدوي ان بيبقى فيه سهوله في ان نغير كل كوفرت تبقى مختلفه عن الثانيه. لذلك بيناسب كل الاذواق. يعني ده تعتبر ميزه فيه مش عيب. اكيد. لكن ال 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 القصه اصلا لما عملنا المبادره وضعنا استراتيجيه النهوض بصناعه النسيج اليدوي. حطينا 3 عناصر اساسيه. هي العنصر البشري. إن العنصر البشري هو الأساس الموجود في المكان. بدينا نقنع الناس الموجودة في القرية الأولى والقرية الثانية إن إحنا تشتغل ومالكش دخل بالتسويق، ما تقولش هم التسويق. بدأت ناس تقول طب أنا مشكلتي في خامات، هنجيب لك خامات. طب أنا مشكلتي في إن أنا عايز فلوس عشان أنا أجيب خامات وإن أنا أشتغل. عملنا بروتوكول مع المؤسسة القومية لدعم وتمويل الأسر المنتجة في وزارة التضامن الاجتماعي. وهذه مؤسسة يعني معنية بالنهوض بالصناعات اليدوية على مستوى مصر أيضا. جبنا لهم قروض من هذه المؤسسة على أساس أن هو ياخد القرض ويشتغل وينتج وفي نفس الوقت يورد بقيمة القرض ومنتجات. طبعا الفكرة دي يعني لو تم تعميمها أيضا مش هيبقى عندهم عبء يعني عبء اقتصادي أو عبء مثلا نفسي في أن هو يعني أصلا ما أقدرش أقول أن هو اللي بينتج هو اللي يسوق. ما ينفعش. يعني الشخص اللي هو بينتج على النون او ست بتشتغل على النون هي بتشتغل مثلا 4 ساعات او 5 ساعات على النون باقي اليوم عايزه تعمل اكل لاولادها، عايزه تشوف جوزها، عايزه تشوف يعني متطلبات الحياه، متطلبات الحياه الطبيعيه. فما اقدرش اقول لها انت روحي سوقي منتجك. فخلاص يبقى لازم ان المفروض ان يكون في حد يستلم منها منتج في نهايه اليوم ويبدا ان هو يحطه على اليه التسويق. انتوا بتسوقوا داخل سوهاج بس؟ لا اكيد. لا طبعا. لا طبعا احنا بنسوق. يعني طبعا المنتجات الحلوه دي نجيبها منين بتاعتكم؟ انا عايز اعمل لكم دعايه النهارده. طبعا احنا يعني في كل معارض موجوده في القاهره. يعني معرض القاهره الدولي، معرض فيرنكس، معارض كلها اللي هي بتتم. احنا حاليا على فكره بمناسبه حاليا في معرض عندنا في المركز القومي للبحوث واخر يوم النهارده للاسف يعني. المركز القومي للبحوث اللي كان فيه مؤتمر دولي اللي في الدقي اللي جنبنا اللي في الدقي كان فيه مؤتمر دولي من يومين للنسيج. فهذا المؤتمر كان على الهامش بتاعه عملوا يعني معرض للمنسوجات اللي هي متميزه في مصر. والمؤسسه مشاركه طبعا بجناح كبير طبعا في هذا المعرض. كان المعرض ده مدته قد ايه؟ كان مدته 3 ايام. بالاضافه ان في يعني معرض ثاني هيكون في قاعه المؤتمرات، انا يعني مش هذكر اسمه عشان ما يبقاش دعايه لاسم المعرض. تمام. ده هيكون ان شاء الله من يوم 5 من 5 اكتوبر ل 8 اكتوبر. ده في قاعه المؤتمرات في مدينه نصر. هذا بالاضافه ان احنا عملنا برضو مكتب للتسويق ومعرض دائم موجود في عمارات العبور، في 10 عمارات العبور في مدينه نصر. ده بالاضافه الى المعرض السيد رئيس الوزراء السابق يعني قام بجهد كبير معانا يعني وبنكون ليه كل التقدير وكل احترام من هذا المكان ومن هذه الشاشه العريقه المهندس ابراهيم محلب، لان هو طبعا
شأننا المعرض كريتيف ايجيبت اللي هو يعني دعم وزاره الصناعه في 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 شارع عرابي في المهندسين. طبعا كريتيف ايجيبت ده ضم كل المنتجات الموجوده الحرفيه الموجوده على مستوى مصر. هذا بالاضافه الى المعارض المختلفه للمؤسسه القوميه لدعم وتمويل اسر منتجه، برضو المنتجات بتاعتنا موجوده فيها. هذا بالاضافه الى الكثير من المنافذ الموجوده على مستوى القطاع الخاص، وده احنا بنعتبره احنا ما وصلناش لنقول مثلا 10% من المستهدف. النهارده احنا وصلنا دلوقتي ل 665 اسره اشتغلت بالفعل وشغالين، طورنا في هذه المنتجات، اضفنا منتجات ثانيه يعني على منتجات اخميم اصبحت من الصناعات التكميليه زي الكروشيه وزي الاتامين وزي الشغل الثاني. في حوالي يعني 100 اسره معانا هنا في القاهره بدينا نشغلهم بحيث ان هم يعملوا الشغل الاضافي اللي هو على مفارش السفره وعلى النابرون والبليسمات وعلى الحاجات اللي هي يعني تعتبر يعني مرتبطه بالمفروشات المنزليه عموما يعني. هذا بالاضافه ان احنا المعارض الدوليه بنشارك فيها بشكل منتظم سواء في الدول العربيه او الدول الافريقيه. نتمنى الفتره اللي جايه ان احنا يمكن يعني كان في من فتره قريبه كان في وفد للبنك الدولي كان بيدرس ايه المشروعات اللي ممكن يكون في تنميه ليها وفي ممكن يعني استمراريه ليها، فكان احد يعني الاسئله اللي بيسالوها لنا في وضع انت يعني وصلتوا 665 اسره، طب انتوا ممكن يعني تتخيلوا ممكن توصلوا كم اسره في هذه الصناعه؟ صحيح. ونرى احنا ممكن نوصل ل 5000 اسره ويستوعبهم السوق، ما فيش مشكله. ومعنى ان انا اقول 5000 اسره يعني خمسه في حد ادنى ثلاث افراد يعني 15000 فرد بيشتغل. النهارده الاسره اللي بتشتغل مش فرد واحد بس بيشتغل في البيت او في النون، بيشتغل الست وممكن بيشتغل الراجل وممكن بيشتغل احد الابناء يعني ممكن بيشتغل اكتر من ابن. طبعا في عدد افراد اسره حضرتك عارفه طبعا. ان الصعيد عندنا يعني ايه بيبقى بيعتبر الاولاد عزوه، وكنا برضو ان احنا برضو يعني بنحاول علشان نرفع من مستوى ال الثقافي والصحي والاجتماعي للناس الموجوده برضه بنوعيهم، لان احنا برضه عدد افراد الاسره المفروض ما يزيدش يعني عن 2 أو 3 على الاكثر عشان ما يبقاش ان هو بالنسبه لهم يعني مشكله في السكن ومشكله في التعليم ومشكله في الامور دي يعني. طبعا لان احنا يهمنا ان احنا لما ننمي صناعه ما ننميش الصناعه دون ان نهتم بالجانب البشري يعني كبني ادم عايش في المكان. لازم اوفر له رعايه صحيه، لازم اوفر له رعايه تعليميه، لازم اوفر له ايضا كل نواحي الحياه اللي هي النواحي الامنيه الموجوده يعني علشان يكون احنا بالنسبه لنا ان احنا بنساهم في ان احنا يعني جنبا الى جنب مع الدوله في خلق فرص عمل دائمه ومستمره. بنطلب من الوزارات ان يكون اعاده نظر في منظومه العمل المتكامل وخصوصا في النهوض بالصناعات اليدويه والحرف اليدويه. نتمنى زياره لكل الشباب لكل من يرغب في اقامه مشروع او في فكره مشروع علشان يكون ده يعني باكوره عمل لمختلف الحرف الموجوده في مصر. صحيح. وطبعا زي ما بنقول احنا بالنسبه لنا يعني الدعوه مفتوحه يعني لكل الساده المشاهدين، واحنا كمان عملنا لكم دعوه عامه وفعلا حبينا ان احنا نروج لكل ما هو ايجابي. وانا بشكرك على وجودك معانا وعلى الجهد المحمود جدا اللي بتقوموا بيه سواء كان في محافظه سوهاج او في كل المعارض اللي بتعملوها. انا بشكرك شكرا جزيلا الاعلامي محمد القيشي، شكرا جزيلا على وجودك معانا وبالتوفيق دايما يا رب. شكرا جزيلا. شكرا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا انا بشكركم على حسن المتابعه، وانا الفقرات الايجابيه اللي زي دي ببقى مش عايزاها تخلص، لكن للاسف وقت حلقتنا خلص. دايما هنحاول ان احنا نقدم لحضراتكم كل ما هو ايجابي. انا بس ليا طلب صغير دايما بطلبه من حضراتكم، بلاش نروج لما هو سلبي، قطعوا على قد ما تقدروا كل حاجه سلبيه، مش عشان بس البلد وعشان حضراتكم، يعني ده بيأثر علينا وبيجيب لنا احباط واكتئاب، والواحد بيبقى ما عندوش طاقه ان هو يشتغل ولا ينزل ولا يعمل اي حاجه ايجابيه من كتر السلبي اللي احنا بنشوفه. دعموا كل ما هو ايجابي، قطعوا وتجاهلوا تماما تماما اي حاجه وحشه بتسيء ليكم ولاولادكم ولبلدكم. بشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير. تحيات فريق العمل، وهيتجدد اللقاء ان شاء الله يوم الاحد مع فريق عمل جديد. تحياتنا والى اللقاء.